امام المنصة الرئيسية ترو بالانس بنفعل بالانس بين بريق الامل وبريق العادي الام بنت ترو كالر للملاك مروان صبيح وفواز بصول من الرينا المدربة علي ادهم صبيح القيادة ستكون لياس ابو جبل بسم الله ما شاء الله فاز هنا في مضمار قانا الجليل في مهرجانات سابقة جاهزة علي بن ميراج الأم قادي ملك محمد سواعد مدرب محمد والقيادة ستكون لمحمد بعملية الإحماء متجه إلى نقطة الانطلاق وأيضا عصابة محبوبة في عملية الإحماء والإكنعان أيضا على صوت نجم الدين استعجلون بإحضار خيول المجموعة القادمة لكل من برق رشيد المجالي أبهر برق الدين برق الجليل وسيف المسعود شوط شوط الكبار العبالقة إن شاء الله جائزة خروف مقدمة من مزرعة أبناء العم سعد هزيل أبو عمر غرفات لشوط الكبار إن شاء الله يلا عمر شد حالك يا أبو يا عمر جائزة عبارة عن خروف لشوط الكبار مقدمة من مزرعة أبناء العم سعد هزيل غرفات أبو عمر لصاحب المرتبة الأولى بشوط الكبار العمالقة دمتم ذخرا وفخرا لهذا النوع من الرياضة ركوب الخيل والفروسية العم أبو عمر سعد غرفات فروسية في عالم السباقات والميادين عرفناه من خلال عدة أبطال أشركها في عالم السباقات والميادين منذ سباقات معيان حرود والعفولة من خلال إشراك الفرس العرب
العربية المهجنة أي أنتربريت ميري دوريه، عرفناه أيضا من خلال إشراك البطل خيول العربية المحلية بحلال ابن سيلفردين المصري والكحينة الذي شارك في عالم السباقات والميادين منذ عام 1999 حتى مطلع 2003 السباقات والفروسية العامة. سعد زي الغريفات أبو عمر دائما ما كان يشارك ويساعد في عالم السباقات والميادين من خلال تبرعات سخية ومع لجنة التحكيم طيلة أكثر من 25 عام في عالم السباقات والسرعة. الله عشان ما يدركنا الوقت يا شباب، برق رشيد المجالي، أبهر، برق الدين، برق الجليل، وسيف المسعود. عماد غرفات ابو ادم، تحياتنا لعماد. عماد يا عماد عند جهاز الانطلاق وبدات الدخول كل حصانه في الخانه الخاصه به. امبراطور محبوبه نجم الدين ترو بلنس وفرمان خمسة مشاركين في هذا الشوط. لتفتح الأبواب أمام خيول المجموعة العاشرة شوط مفتوح الدرجات. بسم الله ما شاء الله خمسة مشاركين وفعلا إخواني ينطلق شوط العاشر على بركة الله إبزي وعلى صوت محبوبة متصدر المجموعة بل هو ترو بالانس. ترو بالانس مع ياس أبو جبل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله متصدر المجموعة محبوبة مع إبزي بالمراتب الثانية. عمر غدير على صوت قرامان بالمراتب الثالثة. الخيول بالمراحل الأولى من السباق ترو بالانس ما يزال متصدر المجموعة مع عياس أبو جبل. الخيول دخلت المنعطف الأول. بسم الله ما شاء الله تبارك الله على الخطرة ثابتة. ترو بالانس ما يزال متصدر المجموعة. بسم الله ما شاء الله بزير على صوت محبوبة بالمراتب الثانية. قرمان يدفع الآن مع الخيال عمر غدير. الخيول خرجت من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم. ترو بالانس ترو بالانس ومحبوبة بنزاع عن المرتبة الأولى إلا أن ترو بالانس ما يزال متصدر المجموعة. النزاع يكمن على المراتب الثانية والثالثة. النزاع على المراتب الثانية والثالثة بين محبوبة وقرمان إلا أن ترو بالانس حسم النتيجة منذ الانطلاقة. ترو بالانس بالمرتبة الأولى مع الخيال ياس أبو جبل. محبوبة بالمرتبة الثانية مع الخيال بزيو وفرمان بالمرتبة الثالثة مع الخيال عمر غدير. شوط رائع وجميل. نذكر أن ترو بالانس أصغر مشاركين سنا في هذا الشوط. شوط مفتوح الدرجات كما ذكرنا ابن ثلاث سنوات مولد عام 2015. بسم الله ما شاء الله وأصغر المشاركين سنا يفوز على الكبار بشوط مفتوح الدرجات. ترو بالانس بسم الله ما شاء الله تبارك الله تفعل بالانس ابن بريك الأمل الأم بركة عدي. ترو بالانس والأم بنت ترو كالر. شوط بزمن رائع وجميل. بسم الله ما شاء الله ترو بالانس مع العنيدة ياسر أبو جبل.
انطلق ثانيا قلص الفارق قبل المنعطف الاول ليقود الخيول ويتربع على عرش هذا الشوط. برو بالانس تفعل بالانس بسم الله ما شاء الله للملاك مروان صبيح وفواز بصولة من الرينا المدرب علي ادهم صبيح القياده كانت للعنيد اياس ابو جبل بالانس مبروك الف الف مبروك لترو بالانس مبروك ادهم صبيح ابو علي مبروك لاوس صبيح مبروك لفواز بصولة ابو احمد من الرينا مبروك لعلي ادهم صبيح ايضا مبروك للملاك والمدربين اجمعين مبروك الف مبروك مبروك لقانا الجليل مع المهر ترو بالانس بسم الله ما شاء الله نذكر اصغر المشاركين سنه هذا الشوط مواليد عام 2015 شوط الكبار من شوط مفتوح الدرجات مبروك الف الف مبروك محبوبه صاحبه المرتبه الثانيه في هذا الشوط مع الخيال بسيو للمالك ابراهيم الحسن مدربين اسطبلات الامريكي محبوبه مع الخيال بزيو باسل مقطر ابو عنادي توج كاس المرتبه الثانيه لمحبوبه مع ملاكها ومدربيها بزيا ما شاء الله